شغالك وسيف وين؟ حسن. انا واحد في الجيزات في سيف يسمع في شيء. الحسين شو يسوي بعد؟ اليوم احنا جينا وقفة احتجاجية لدعم المنتج الوطني والدواجن البياض. طبعا احنا جاي نعاني من خسائر كبيرة جدا. المشكلة ان الدولة بالبداية دعمتنا وهي اللي سمحت لنا انه احنا نشتغل ونستثمر اموالنا داخل العراق. فتحنا الدواجن بالمقابل هي شرطة انه تحمي المنتج المحلي. بالمقابل من وصل العراق للاكتفاء الذاتي بدأت الدولة تفتح علينا المستورد. المشكلة أنه هسه حاليا طبقة البيض العراقية سعرها تقريبا 4,000-3,500. جاي إحنا نشوف أسعار البيض خارج العراق موحدة، سعر الطبقة 5,000 دينار. نقول شنو السبب اللي الدولة هسه حاليا من وصل العراق للاكتفاء الذاتي بدأت تفتح علينا المستورد؟ هاي جهة. الجهة الثانية إحنا نطالب من الحكومة العراقية دعم المنتج بالآلاف حال البقية الدول. حقيقة اليوم وقفة احتجاجية لمنتجي بيض المائدة في محافظة البصرة بسبب تدهور قطاع إنتاج بيض المائدة وقطاع الدواجن عموما على مستوى البصرة والعراق عامة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج تكاليف الأعلاف اللي نطالب من الحكومة أن لا تتنصل عن تعهداتها السابقة بالحكومات السابقة عندما أوعزت إلى دعم المنتج المحلي وإلى الاستثمار في هذا القطاع، قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، وتوجهوا عندنا مستثمرين لإنشاء الحقول، وحقول كانت أنظمة حديثة وأنظمة متطورة أغلب معداتها استوردت من خارج العراق مئات الدولارات ملايين الدولارات والآن دخلت بالإنتاج، لكن بسبب الأزمة الأخيرة وارتفاع أسعار الأعلام تنصلت الدولة عن التزاماتها وبخصوص هذا الموضوع. أيدي عاملة بالبصرة يعني تقريبا كل حقل احنا عندنا حوالي 70 موقع او 80 موقع، كل موقع ما لا يقل عن 50 عامل، 50 إلى 60 عامل، عامل مهندس زراعي طبيب بيطري سائق، يعني عندنا عمالة مو طبيعية بالمشاريع مال البصرة. أما المشاريع بالعراق حوالي 1.5 مليون عامل قاعد يشتغل، فهذه راح تسرح العمال، راح تترك المشاريع، هذه وين تروح؟ بال 2020 ضربنا H5 فلونز الطيور وقفنا الحقل كله جزرنا يعني بعلم الدولة. رجعنا عندنا نشاطنا هسه قبل 5 أشهر 4 أشهر، دبينا صوص دجاج صغار هسه قبل شهر وقفنا بعد ما نقدرنا نمشي لأن بيض ما يبيض بعد الدجاج والوضع مال البيض تعبان والأعلاف صعدت، وصلنا لمرحلة أنه جزرنا الصوص كله دبينا العلف من 450 دولار إلى هسه 900 دولار، 880 دولار مثلا، ماكو نتيجة يعني شد المن تربي. هذا الحق ب 100 عامل وعندنا ذاك الحق الهم ب 100 عامل، كلها وقفت، كل عامل وراء أقل شيء 5 نفرات عائلته، فاضطرينا إلى سد الحق الحالي هذا، وذاك الحق الهم على أبواب نسده، هم عندنا 370 ألف هم 370 فطير هم على أبواب نسدهن نجرهن.